وقد حرص المواطنون والمقيمون على دعم ومساندة جهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا من خلال وعيهم بأهمية الإقبال على التطعيم المضاد للفيروس للوصول إلى المناعة الجماعية في مملكة البحرين. وعي المجتمع هو عنوان النجاة وأكبر داعم للجهود الوطنية الهادفة إلى حماية المواطن والمقيم في مملكة البحرين من أثار جائحة كورونا ومخاطرها. ويدا بيد حرص المواطن والمقيم على مساندة هذه الجهود التي يقوم بها الفريق الوطني من خلال تلبية الواجب وإقبالهم الكبير على أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19، وهو ما دعا الفريق الوطني بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مضاعفة جهود حملة التطعيم لتغطية التزايد المستمر في أعداد الراغبين وتأمين كميات أكبر من اللقاحات. السبب اللي خلوني أخذ التطعيم توصيات منظمة الصحة العالمية، وفي نفس الوقت الإقبال الشديد على أخذ التطعيمات، وعالمياً الأفضل علشان أكسب مناعة. الدولة مو مقصرة في أي شيء في ناحية كورونا، مو مقصرة في أي شيء، لا دواء لا علاج، في كل شيء مو مقصرة الدولة، فالطعم أنا عشان أحمي عيالي، أحمي عائلتي. وبخطى متسارعة تقترب مملكة البحرين من حاجز 500,000 ممن حصلوا على التطعيم، ما يدل على وعي المجتمع الكامل بأهمية المبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح، والذي بدوره سيسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. المجهودات اللي قاعد تقوم بها الحكومة وسمو ولي العهد والفريق الطبي، هذا الشيء يخلي الناس تشجع تجي، والحمد لله قاعد نشوف الأرقام قاعد تزيد يوم بيوم، يعني حق اللي قاعد يتطعمون، وبالعكس هاي الشيء دافع لنا احنا على أساس ان احنا نيجي نتطعم، ويعتبر كواجب وطني حق المجتمع البحريني ككل. ومع الإقبال المتزايد على التطعيم، سهلت وزارة الصحة الإجراءات للحصول على اللقاح عبر التسجيل المسبق من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق مجتمع واعي، مع إمكانية اختيار المركز الصحي ونوعية اللقاح لتوفير أقصى درجات الأمن الصحي في مملكة البحرين.